السلام عليكم. انتشلت مصالح الحماية المدنية بورقلة صباح اليوم جثة شخص يبلغ من العمر 32 سنة من بلوعة لصرف المياه القذرة، وقد استدعت الواقعة حضور والي الولاية شخصيا والذي سارع إلى موقع الحادثة. الضحية صندلي السعيد حسب ما أفادت شقيقته يعاني من اضطرابات عقلية، وكان مبحوثا عنه من طرف أقاربها عقب اختفائه عن الأنظار منذ 4 أيام، وقد حمل العديد من المواطنين الذين كانوا حاضرين لحظة انتشال جثة الضحية السلطات المعنية مسؤولية ما حدث، كون الورشة المفتوحة عرفت تأخرا كبيرا في إنجاز مهمتها وسط استفهامات حول ملابسات الحادثة وكيفية سقوط أو رمي الضحية نفسها في البالوعة. إنا لله وإنا إليه راجعون.